في الفيديو النهاردة هنتكلم عن نصائح مهمة جدا هتنفعك لو انت رايح معرض الكتاب. ازيك يا شباب، عاملين؟ يا رب كله بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عيفة، بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشنال سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدا على طول. قبل اي حاجه انا عايز اشكر الالف عظيم اللي عمل سبسكرايب على اليوتيوب، انتوا عظماء جدا، وشكرا جدا على الدعم الخرافي اللي حصل الفتره اللي فاتت. احنا وصلنا 1000 سبسكرايب، مش عارف اللي عمل ما نزل الفيديو ده هيبقى كام سبسكرايب، فشكرا لكل واحد عمل سبسكرايب، او شكرا لكل واحد اتفرج على الفيديو وخصص وقت لنفسه عشان يتفرج عليا ويستفاد من المحتوى بتاعي. زي ما بقول دايما مقدمه طويله، بس ما كانش لازم ابدا الفيديو غير لما اشكركم الاول. يلا بينا على طول. معرض الكتاب بيفتح كل سنه من يوم 22/1 ليوم 4/2، او ممكن كمان بيتمد، بس انا مش جاي النهارده عشان اقول لكم معرض الكتاب بيفتح امتى وخصائص معرض الكتاب والكلام ده. انا جاي النهارده اقول لكم لو انت رايح معرض الكتاب هقول لك شويه نصايح كده ممكن تفيدك وانت رايح معرض الكتاب وتلخص عليك كده وقت كتير جدا. اول حاجه اللي انت لازم تكون عارف اسم الكتاب اللي انت تشتريه ودار النشر اللي هتنشره والجناح بتاعه فين في المعرض. طبعا معرض الكتاب كبير جدا ومهما عملت مش هتلف في اليوم كله، ودي اصلا مشكله انا وقعت اصلا فيها السنه اللي قبل اللي فاتت، ان انا كنت عارف الكتاب بس ما كنتش عارف دار النشر فين ولا الجناح بتاعه فين، فقعدت الف حوالين نفسي وقعدت اليوم كله بدور على الكتاب. فانت لو عارف في الكتاب اللي انت هتجيبه ودار النشر تنشره والجناح بتاعه فين هتلخص على نفسك وقت كبير جدا، وهتروح تجيب الكتاب وتنقل على الكتاب اللي بعديه على طول. زي ما انا قلت لكم معرض الكتاب كبير جدا ومش هتخلصه في يوم واحد. تاني حاجه هي غريبه شويه، بس حاول تلبس واسع اليوم ده وتبقى مرحرح كده عشان انت هتلف كتير، ولو لبست حاجه ضيقه او شوز مثلا ضيق هيوجع لك رجلك وانت هتبقى مخنوق وانت بتلف، واليوم ده انت المفروض اصلا بتلف فيه وهتتفرهد عشان تجيب الكتب بتاعك، فالبس واسع اليوم ده. تالت حاجه تصحى بدري وحاول تروح على الاقل خالص تبقى هناك الساعه 10 او الساعه 11، عشان زي ما قلت لكم معرض كتاب كبير جدا ومش هتخلصه في يوم واحد. فروح بدري، هو يوم اصحى بدري كده فيه، وروح بدري خلص حاجاتك وتعالى قبل الزحمه وقبل بالليل ما يجي والدنيا تلاقي عليك والكلام ده، فاصحى بدري ولخص يومك وخلص وخلاص. رابع حاجه خد معاك سناكس خفيفه، انا عارف ان في هناك مطاعم وممكن تاكل هناك، بس انا بقول لك عشان تلخص وقتك، عشان بدل ما الوقت اللي انت تقعد فيه تاكل هناك كنت تروح مثلا تشوف لك كتاب تاني او تلف مثلا في حته معينه في المعرض. وغير كده كمان ان الاسعار هناك غاليه شويتين، فهات معاك سناكس وانت رايح كده وهيدخلوك بيه عادي جدا كله كده وانت رايح. وطبعا مع السناكس هات معاك ميه عشان تشرب والكلام ده، فاللي هو ظبط امورك كده قبل ما تروح عشان هناك الاسعار غاليه وعشان ما تضيعش وقت كتير. رابع او خامس حاجه هات كده معاك شنطه بدل ما تجيب الكتب وتتسوح هتبقى مش عارف انت هتحط الكتب فين وتبقى معاك شنطه بلاستيك والكلام ده، لا هات معاك شنطه ظهر، او لو هتجيب كتب كتيره جدا هات معاك شنطه صغيره جدا اللي هي بتبقى بعجل اللي هي الشبه بتاعه السفر دي، علشان ما تتلخفنش ومش عارف انت تروح فين وتيجي منين والكتب بتبقى معاك كتيره والكلام ده، فهات معاك شنطه ورايح دماغك وحط فيها الكتب وخلاص. سادس او سابع حاجه انا مش فاكر، ظهر الكتاب اهم جدا جدا من وش الكتاب. في كتب كتيره جدا، ولو وقعت برده في المشكله دي ان في كتاب يبقى الغلاف بتاعه او الكفر بتاعه من قدام حلو جدا والاسم بتاعه حلو جدا ويشدني، واجي اجيبه الاقي ان الكتاب مش مناسب ليا، او طريقه الكاتب وهو بيكتب الكتاب مش مناسبه ليا، او انا مش فاهم في حاجه. فظهر الكتاب اهم جدا من وشه. ظهر الكتاب بيبقى فيها نبذه عن الكاتب وفي حاجه ليها علاقه بالكتاب اللي بيتكلم عن ايه، او حاجات مقتطفات كده من الكتاب جوه، فظهر الكتاب مهم جدا. ولو عرفت كمان هناك تفتح كمان الكتاب وتقرا مثلا المقدمه او مثلا الفهرس اللي بيبقى من ورا خالص ده وتشوف الكتاب بيتكلم عن مواضيع ايه ومحدش هيكلمك، ولو لقيت كتاب مقفول ممكن تقول لهم انا عايز افتح الكتاب ده واشوف، ده حقك انت اصلا، وان انت تشوف اي كتاب انت هتجيبه وشوف افتحه واقرا فيه اي صفحتين ثلاثه مثلا كده وتشوف الكتاب ده هل مناسب ليك ولا لا. عشان انا مره جبت كتاب وكان الغلاف بتاعه عجبني جدا وبعد ما جبته لقيته لا مش مناسب ليا خالص وما قريتوش لحد دلوقتي. فظهر الكتاب اهم جدا جدا من وشه، ما تتخدعش بالكفر اللي قدام والكلام ده. اخر حاجه ودي معرض الكتاب اصدرته لنا السنه دي، ان في ابلكيشن لمعرض الكتاب بيقول لك الخطوط بتاعه السير بتاعته بتاعه الاتوبيسات بتبقى منين، والكتب اللي موجوده جوه بتبقى في فين في دار النشر والكلام ده، والكتاب بيبقى بكام. فالابلكيشن بتاع معرض الكتاب ده حلو جدا اصلا وهيلخص عليك حاجات كتيره جدا، وممكن لو انت مثلا عايز تعرف الكتاب ده موجود فين او سعره كام ممكن تدخل على ابلكيشن معرض الكتاب تشوف الكتاب ده بيتباع في انهي دار نشر وفي انهي حته وبكام، وتلخص على نفسك حاجات كتيره جدا. هسيب لك لينك الابلكيشن بتاع معرض الكتاب تحت في هسيب لك اللينك بتاع الابلكيشن بتاع معرض الكتاب تحت في الديسكربشن، ادخل كده اعمل داونلود لو كان على الاي او اس او اندرويد، وهينفعك جدا جدا. ولو مش معاك الابلكيشن ممكن تدخل تسال جوجل، ده مش اعلان ولا اي حاجه، انت ادخل اسال جوجل الكتاب ده موجود فين في انهي دار نشر وهو يقول لك على طول. ده انت عندكش حجه عشان ما حدش يبقى ليه حجه في معرض الكتاب، ايه رايك؟ بس كده. وفي كتب اللي هي عجبتني جدا في معرض الكتاب السنه دي هسيب لك الاسامي بتاعت الكتب دي ودار النشر بتاعتها تحت في الديسكربشن. ما تنساش تعمل شير للفيديو ده لاصحابك اللي رايحين معرض الكتاب عشان يستفيدوا قبل ما يروحوا عشان ما يقعوش في الغلطات دي، وتدعمني بلايك عشان اللايك ده بيفرق معايا جدا، واعمل شير للفيديو والكلام ده كله. ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان تيجي لك اي ابديت في حياتي او اي حاجه ليها علاقه بالفيديوهات والانستجرام والكلام ده كله. وكالعاده ديوس كوتش، سلام عليكم.
We'll be right back.